وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن رئيس اللجنة التنسيقية لمسيرة العودة السيد زاهر بيراوي. أهلا بك سيد زاهر. بداية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية قال سنحول ذكرى النكبة الفلسطينية إلى نكبة صهيونية، ماذا أعددتم لهذا الموضوع اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الشعب الفلسطيني المبدع استطاع خلال الأسابيع الست وهذا الأسبوع السابع أن يحرج دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك باستخدامه نمطا جديدا من المقاومة التي لا تستطيع معها دولة الاحتلال الإسرائيلي أن تبقي على وجهها التي تحاول رسمه بشكل غير حقيقي للعالم بأنها دولة القانون. هذه المقاومة هي المقاومة الشعبية السلمية التي تدعو إلى تطبيق قرار للأمم المتحدة وإلى تحقيق حق متفق عليه في القوانين الدولية، ألا وهو حق العودة وكذلك كسر الحصار. الآن دولة الاحتلال الإسرائيلي في تعاملها خلال الأسابيع الماضية كانت كما عهدناها تستخدم العنف ضد المتظاهرين السلميين، وتحاول أن تلوم الضحية بأنه يخرج طالب بحقه في الحرية وفي العودة وفي كسر الحصار. هذه المقاومة لن توقفها مثل هذه المحاولات الإسرائيلية، ولذلك الحشود الكبيرة التي شهدتها الأسابيع الماضية ستكون الحشود أكثر بكثير في الأيام القليلة القادمة، في يوم 14 والخامس عشر من الشهر الجاري، حيث تتوقع مئات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة في الميدان الرئيسي لهذه الثورات في قطاع غزة وكذلك في كثير من المناطق من العالم العربي. طيب، بهذه النقطة، وضح خلال الأيام الماضية خروج مظاهرات في لندن وأمستردام ودول أخرى لإحياء ذكرى النكبة، كيف ترى أثر هذه الفعاليات لدعم القضية الفلسطينية؟ لا شك أن هذه المسيرات المساندة للشعب الفلسطيني توصل رسالة واضحة أن الشعب الفلسطيني ليس وحيدا، هناك دعم من الشعوب العربية والإسلامية ودعم من الأحرار العالم في كثير من دول العالم، حيث أن هذه المسيرات وهذه المظاهرات التي تقف أمام السفارة الإسرائيلية والسفارة الأمريكية وفي الميادين العامة تؤكد على الحق الفلسطيني ودعم هذا الحق من قبل هذه الشعوب، والشعب الفلسطيني يستقبل ذلك بكثير من التقدير لأنه يدرك أنه ليس وحيدا في الساحة. وهنا لابد من الإشارة إلى أن المعركة هي معركة على الرواية الفلسطينية أيضا في الغرب، لأن الغرب مؤثر في معادلة الصراع، ولابد من أن يتم استثمار حالة التضامن من أجل تغيير القرارات السياسية في الدول الغربية خاصة المؤثرة في الصراع في الشرق الأوسط. طيب، إذا سمحت لي سيد زاهر، على المستوى السياسي في المقابل استطاع الاحتلال الصهيوني إحباط قرار أوروبي يدين نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، ما الأوراق التي يملكها الفلسطينيون الآن لتعطيل القرار إن لم يستطع إلغاءه؟ الفلسطينيون على المستوى الشعبي عرفوا طريقهم واتخذوا القرار، ألا وهو أن لا يعترفوا بقرارات ترامب ولا بمحاولات فرض أمر واقع في القدس. على المستوى الشعبي هذه المسيرات هي رد حقيقي على قرار ترامب ورد حقيقي على مشروع صفقة القرن الذي ما زال مترددا ترامب بطرحها. والشعب الفلسطيني على المستوى الشعبي أثبت أنه الصخرة ستتكسر عليها كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية. أما على المستوى الرسمي شديد، حتى الآن السلطة الفلسطينية لا تلعب الأوراق الكثيرة التي بيدها. هناك ورقة التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، لو أنها استخدمتها لا شعرت العالم بأنها فعلا جادة في المطالبة بحقوقها. الورقة الأخرى هي تفعيل دورها كدولة عضو في الأمم المتحدة وفي المحكمة الجنائية الدولية، وذلك للمطالبة بمحاكمة مجرمين الحرب الإسرائيليين. هذه الأوراق وغيرها لم يتم استخدامها حتى الآن استخداما صحيحا، واللوم كبير على السلطة الفلسطينية، ولكن نأمل أن تنسجم السلطة الفلسطينية مع نبض الشارع الفلسطيني المقاوم بحيث أنها ترفع سقفها وتستثمر هذه المظاهرات من أجل تحقيقها. نعم سيد زاهر، أنا أشكرك شكرا جزيلا. سيد زاهر بيراوي رئيس اللجنة التنسيقية لمسيرة العودة كنت معنا عبر الهاتف من لندن.